طيب احنا هنتكلم عن حدود الطاعة في الزيارات المتبادلة بين الزوجة وأهلها. جميل، حاجة حلوة والله، حلوة والله. أنا عارف فضل. السؤال ده بيؤرقك من طبعًا. الحلقة اللي فاتت طبعًا. طيب هو ينفع نقول السؤال هل للزوج أن يمنع زوجته عن زيارات أهلها أو العكس؟ لا، ينفع ولا ما ينفعش؟ الفقهاء اختلفوا في هذه القضية. فنجد السادة الأحناف قالوا لا يجوز، ملوش الحق في كده، لا سيما إذا كانوا عاجزين عن المجيء إليها. والمالكية وافقوا السادة الأحناف وقالوا كمان ما ينفعش، لا سيما إذا كان الطريق آمنا ومؤتمنا. جم السادة الشافعية والحنابلة قالوا لا ينفع، واستدلوا على ذلك بأمرين. الأمر الأول مشهور قوي وحضرتك حافظاه والمشاهدين حافظينه، حديث كنا نسمعه وإحنا صغيرين كده، كانوا يقولوا إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واحدة بعتت له وقالت له أبويا مريض وزوجي مسافر، قال لها عودي ببيتك. أبويا بيطلع في الروح وزوجي مسافر، اقعدي ببيتك. أبويا مات وزوجي مسافر، اقعدي ببيتك. لحد ما جه زوجها وراح للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له بشر زوجتك بأن الله قد غفر لأبيها لأنها أطاعتك. استدلوا بده، واستدلوا إن هي لما تطيع زوجها يبقى ده من باب المعاشرة بالمعروف. لكن السادة الأحناف والسادة المالكية قالوا له تعالوا، أول حاجة الحديث ده لا يصح. ليه؟ قالوا لأنه اصطدم بأصل من أصول القرآن وبدليل من أدلة القرآن اللي ربنا قال فيها إيه؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الأمر الثاني قالوا اصطدم بأصل أكبر اللي هو تقطيع الأرحام، وربنا لما اتكلم على الفساد في الأرض وتقطيع الأرحام ما اتكلمش على عقاب هين ولا سهل، إنما قال إيه؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ده لمين؟ لمن قطع الأرحام. قالوا لهم والتالت إن المعاشرة بالمعروف تقتضي أن تكون بالحب وبالود وليس بالأمر الذي يترتب عليه فساد أو إفساد. طب الخناقة دي هتخلص على إيه؟ قالوا تخلص أن الزوج إن منع زوجته عن زيارة أهلها أو والديها وألزمها بذلك جاز للزوجة أن تخرج دون إذنه، وجاز لها أن تذهب دون الملكية. نعم، الأحناف والملكية خلاص، ما هم انتصروا بقى. ما احنا قلنا، ما هو جمال الفقه الإسلامي إن حضرتك تقولي وأنا أقول، وأنت تجيب الدليل وأنا أجيب الدليل، وبعدين يطلع دليل حضرتك أقوى من دليلي. فأنا أنضم تحت اللواء عندك خلاص، وأقول خلاص الأدلة بتاعتي اترد عليها. فمن هنا انتصروا، لأن المرأة تذهب إلى أبيها ويأتي إليها أبوها وأمها ولا يجوز المنع أبدا. طب لو منع يبقى راجل آثم شرعا. خدي بالك في عجالة في نقاط معينة إحنا بنقول للزوج فيها امنع. إحنا اللي بنقول للزوج فيها بس إيه؟ إيه؟ امنع. خدي بالك الزوجة لما تيجي راحة عند أمها تقول لك أمي صليطة اللسان جدا، وأنا ما عنتش بقدر أسكت، وأنا ست عنت كبيرة وهي بتهني فأنا ما بقدرش أسكت، فردي عليها يورثني ذنبا ويورثني إثما. فنقول للزوج إيه؟ امنع، من باب درء المفسدة مقدم على جلب الإيه؟ المصلحة. لكن الأصل أن المرأة تذهب إلى بيت أبيها وتذهب إلى بيت إخوانها ما لم يترتب على ذلك فساد أو إفساد. وحط تحت فساد أو إفساد كم خط؟ ثلاثة مليون خط.